الراديو 90-90 هواها مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، أهلا وسهلا بكل السادة المعلمين، معلمين كلام معلمين على الراديو 90-90 هواها مصري وكلام معلمين الجمعة. يا رب تكونوا كويسين، ورب تكونوا زي الفل وزي يعني زي البومب زي ما بنقول، وتكونوا دايما بخير. طبعا النهاردة يعني احنا مبارح يعني لحد طول حلقتنا مبارح لم يكن يعني أعلن رسميا عن مصير الطائرة المفقودة، ولكن النهاردة خلاص طبعا أعلن النهاردة رسميا. فكان مبارح يعني مبارح الواحد ما كانش حابب يتكلم يعني أكتر من أننا بنلقى الأخبار اللي بيحصل أول بأول، من باب ان احنا مش هينفع زي ما بيقولوا كده بالبلدي كده نفول على حد، ومش هينفع نقول حاجه لان الجهات المسؤوله ولسه من كل الاطراف يعني سواء من مصر او من فرنسا لم يعلن رسميا. لكن طبعا احنا النهارده كلنا يعني صحينا او من بدايه اليوم عرفنا عن العثور على حطام الطائره. البقاء لله، أتقدم بالتعازي من هنا من الراديو 90-90 ومن هنا من كلام معلمين ومن شبكة الراديو 90-90 ودي ميديا وموقع مبتدا لكل الشعب المصري والعربي ولكل العالم ولكل من يهم الأمر في فقد الإنسانية، أو كل من لديه من الإنسانية والشعور بآلام الآخرين. نتقدم بالتعازي لكل أسر الضحايا رحمة الله عليهم، ربنا يرحمهم يا رب، ويجعل اللحظات اللي شافوها في نهاية حياتهم شفيعة عليهم عند ربنا سبحانه وتعالى، وكفيلة بأنها إن شاء الله تدخلهم الجنة. وعلى قد ما يعني ما ممكن نتخيل، هم شافوا والله أعلم في الأول في الآخر من ربنا هو الأعلم من الأهوال اللي ممكن يكونوا شافوها، ربنا يجعلها شفيعة عليهم إن هم ربنا يأمنهم من فزع يوم القيامة ومن أهوال يوم القيامة وهكذا. يعني تاني احنا النهاردة هنعمل حلقة خاصة جدا، مش طالعين سامحوني في الكلمة، احنا مش طالعين يعني ننكد عليكم ولا اي حاجة خالص، ولكن احنا طالعين بدورنا المعتاد، وزي ما انتوا تعودتوا مني دايما ومن هنا من الراديو 90-90 ان احنا بنقف مع بعض وبنتكلم وبنفضفض وبندردش وعندنا فقراتنا عادي وكل حاجة، ولكن هنركز اكتر على هذا الموضوع وهنركز اكتر على الدعاء ليهم. هندعي النهاردة كتير، وكل واحد يعني هيدعي ويقول الدعوات اللي هو ناوي يقولها وهنقراها مع بعض. البقاء لله، رحمة الله على من فقدوا، وتاني ربنا يجعل اللحظات الأخيرة أو اللحظات العصيبة اللي مروا بيها في نهاية الحياة شفيع عليهم عند ربنا سبحانه وتعالى، وكفيلة بدخولهم إن شاء الله بإذن الله تكون كده سبب في دخولهم الجنة. النهاردة هناخد أساميكم كل حاجة برضو، وهناخد الأدعية اللي انتوا هتكتبوها، فاكتبوا أساميكم واكتبوا الأدعية اللي انتوا عايزين تدعوا لأهالينا، لأن هم أهالينا في الأول في الآخر يعني. فأنا آسف لو الحلقة خدت خط مختلف النهاردة، بس تاني أنا مش والله مش جاي مش المقصود خلاص إن احنا مش نكد ولا أي حاجة، ولكن هو شعور بالألم، هو شعور باللي بيحصل. وتاني بقولها لكم، امبارح احنا لحد قبل بدايه النهارده بدايه اليوم الجديد احنا مش عارفين كل اللي بنقدر نقوله بنقول يا رب الطف، يا رب الطف، ولكن في الاول وفي الاخر هو مشيئه ربنا سبحانه وتعالى بان كانت تحصل النهايه بالشكل ده. فعايزكم بقى يعني كلنا ندعي ليهم وكلنا يعني كلنا نتكلم. يعني النهارده هنتكلم عن قصص انسانيه من اللي كانوا موجودين من ضحايا الطائره، قصص انسانيه اتنشرت كتير وهناخد بعضها ونقوله. هنتكلم شويه عن ما بعد الحادث من جوانب كتير جدا، ما بعد الحوادث مننا، من بعد مش الحادث ده بس، يعني فكره ان لما حادث بيحصل مفروض نعمل ايه، انت كشخص مثلا مش ربنا يبعد عنك يا رب الحوادث وخلافه، المفروض تعمل ايه، انت بره الدايره شويه، المفروض انا اعمل ايه، هل اوقف حياتي، هل اكمل، هل يكون في دور ايجابي ممكن اعمله، ده هنتكلم فيه النهارده كمان. بس خلينا احنا هنبدا الحلقه بدعاء، يعني كلنا هندعي، احنا مجمعين شوية أدعية كده هندعيها مع بعض وهنقولها كلنا، ولعلها إن شاء الله بإذن الله تكون مستجابة، لعل حد منكم إن شاء الله بإذن الله يكون دعاء مستجاب إن شاء الله، أو تكونوا كلكم إن شاء الله دعاءكم مستجاب، ويكون ربنا يجعله في ميزان حسنات ضحايا الطائرة المنكوبة.
خلينا نبدأ. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، اللهم ارحمنا وارحم أمة محمد رحمة كافية، اللهم ارحم كل خلقك يا رب العالمين، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا كبيرنا وصغيرنا، اللهم ارحم ضحايا الطائرة المنكوبة رحمة واسعة، اللهم تغمدهم برحمتك، اللهم ارحمهم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم قهم عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم ارحم ضحايا الطائرة، واجعل هذه اللحظات العصيبة التي مروا بها في ميزان حسناتهم، واجعلها بابا لدخولهم الجنة، اللهم قهم عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم أنزل نورا من نورك عليهم، اللهم ارحم غربتهم، اللهم ارحم وحشتهم وعزلتهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم، اللهم أكرم نزلهم، اللهم ابدلهم بدور خيرا من دورهم، وبأهل خيرا من أهلهم، وبذرية خيرا من ذريتهم، وبأزواج خيرا من أزواجهم، وبعشيرة خيرا من عشيرتهم، اللهم ادخلهم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم أدخل ضحايا الطائرة الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم انقلهم إلى جنات الخلود، اللهم انقلهم من الظلمة ومن ظلمة البحر وبطن البحر إلى جنات الخلود. لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، اللهم تغمد جميع ضحايا الطائرة المنكوبة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم ابدل سيئاتهم إلى حسنات. اللهم اجزهم عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوا وغفرانا. اللهم إنك قد قلت لنا أن الغريق شهيد وأن من يموت حرقا شهيد، فهم يا ربنا قد ماتوا غرقا وربما قد ماتوا حرقا، فاجعلهم اللهم من الشهداء، اللهم اجعلهم في منازل الشهداء، اللهم اجعلهم في منازل الشهداء مثلما قال الحبيب محمد. اللهم أطعمهم من الجنة واسقهم من الجنة وأرهم أماكنهم في الجنة. اللهم اجعلهم ممن يقال لهم ادخلوا من أي باب تشاؤون. اللهم اجعلهم ممن تدخلهم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اجعلهم ممن تقول لهم ادخلوا واذهبوا مغفور لكم. اللهم إنهم الآن في ذمتك وفي حبل جوارك، اللهم قهم من فتنة القبر وعذاب النار. اللهم إنك أهل الرحمة والمغفرة، فاغفر وارحم، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ارزقهم لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنهم. اللهم أرجع نفوسهم إليك راضية مرضية، وأدخلهم في جنتك مع عبادك الصالحين. اللهم اعف عنهم واسكنهم فسيح جناتك. اللهم اجعل اللحظات العصيبة والتي مرت عليهم مثل السنين وأكيد مثل الدهور، اللهم اجعلها شفيعة لهم، واجعلها بابا لرحمتهم، واجعلها بابا لدخولهم الجنة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنهم. اللهم ارحمهم وارحم أمواتنا جميعا يا رب العالمين. اللهم ارحمهم رحمة واسعة. اللهم ارحمهم يوم العرض عليك. اللهم قهم عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم أنزل عليهم نورا من نورك يا رب العالمين. اللهم اجعل لهم من يمينهم نورا، وعن شمالهم نورا، ومن أمامهم نورا، ومن فوقهم نورا، وابعثهم آمنين مطمئنين في نور من نورك يا رب العالمين. اللهم ارحم غربتهم، اللهم آمن وحشتهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وأكرم نزلهم. اللهم ابدلهم بدور خيرا من دورهم، وبأهل خيرا من أهلهم، وبذرية خيرا من ذريتهم، وبكل ما هو في الجنة خير من الدنيا وما فيها. اللهم ادخلهم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم انقلهم إلى جنتك جنة الخلد يا رب العالمين. اللهم تغمد جميع ضحايا هذه الطائرة المنكوبة يا رب العالمين برحمتك وبعطفك وبجودك وبكرمك يا رب العالمين. اللهم إنك غني عن عذابهم، فأنت قادر، ولكنك أنت الرحمة. اللهم ارحمهم فأنت الرحيم. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم اجزهم عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوا وغفرانا. اللهم امحو كل ذنوبهم وحولها واقلبها إلى حسنات. اللهم اجعل حسناتهم تتضاعف إلى يوم القيامة.
اللهم اطعمهم من طعام الجنة، واسقهم من شراب الجنة، واكسهم من كساء الجنة، وأرهم أماكنهم في الجنة. اللهم اجعلهم ممن يقال لهم ادخلوا الجنة بسلام آمنين. اللهم اجعلهم ممن يقال لهم اذهبوا مغفور لكم. اللهم إنهم في ذمتك وحبل جوارك وفي رحمتك، فقهم من عذاب النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ارزقهم لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أرجع نفوسهم إليك راضية مرضية. اللهم أدخلهم في جنتك مع عبادك الصالحين، وارحمهم وارحم أمواتنا جميعا يا رب العالمين. احنا كل شوية هندعي، واكتبوا دعوات وهنقراها، ويعني يعني هو ده، يعني انا ما بعتبرش الدعاء عمره نقدر نقول عليه اضعف الايمان، عمر الدعاء ما كان اضعف الايمان. في كل واحد مسؤول عن حاجة بيعملها، المسؤولين يعملوا اللي هم مسؤولين عنه في الدولة، والناس يعني كل واحد في مكانه، واسرهم ندعي لهم بالصبر، اللهم ألهم كل اسرهم الصبر والسلوان يا رب. لكن احنا هنا احنا بندعي لهم، لان يمكن في خضم الحزن الشديد اللي الأسر دي بتعاني منه دلوقتي، يمكن مش كل الناس بتدعي، يمكن الحزن بيخلي الناس تغفل شوية عن الدعاء. خلينا احنا ندعي اكتر، خلينا احنا النهاردة الحلقة ندعي كتير جدا على قد ما نقدر. تاني اوضح، احنا والله العظيم اقسم بالله الحلقة مش غرضها ان احنا ننكد عليكم ولا نزعلكم ولا حاجة، هي الحلقة مشاركة انسانية لناس كان ممكن انا اكون منهم وكنت تبقى زعلان، كان يعني ربنا يعافيكم ويبعد عنكم اي اذى يا رب، ولكن هم في امس الحاجه لدعائنا دلوقتي، اي حد بين ايدين ربنا في امس الحاجه لدعائنا دلوقتي. فاكتبوا ادعيه، واحنا زي ما قلنا هنقرا اساميكم برضو عادي، وعندنا شويه اخبار، وعندنا قصص انسانيه من لركاب الطائره، وعندنا حاجات كتير هنتكلم فيها. ولكن معلش النهارده الحلقه واخده خط تاني مختلف، وزي ما بقول لكم امبارح احنا يعني لحظة بلحظة مستنيين أي خبر، لكن كل الأخبار كانت غير مؤكدة، كل اللي بيتقال طائرة مفقودة، فكان كل الواحد بيقوله يا رب يعني اخلف الظنون، يعني عارف كان بنقول إيه، يمكن يا رب تكون مخطوفة ويطلب مثلا زي ما بيقولوا فدية، ولكن اللهم لا رد لقضائك واللهم لا ترد. فتعالوا النهاردة يعني نحاول نخرج من الحلقة دي بكمية أدعية ليهم على قد ما نقدر، لعلها وعسى إن شاء الله تكون المنجاة ليهم ولينا جميعا إن شاء الله. خليكوا لسه معانا في كلام معلمين على راديو 90 هواها مصري، وبأكد تاني وتالت ورابع احنا من هنا من راديو 90 بنتقدم بخالص التعازي لكل المصريين ولكل العرب في هذا الحادث الأليم ولكل أسر الضحايا. لسه مكملين كلام معلمين على راديو 90 هواها مصري، وحلقة خاصة بنتكلم مع بعض وبندعي لضحايا الطائرة المنكوبة. وده يعني يسمي البعض ممكن يسميها أضعف الإيمان، والبعض هيسميها لا بالعكس ده أقوى حاجة ممكن تتعمل في المحن وفي الأزمات، الدعاء. كل واحد يعني بيبقى مش عارف يعمل ايه، انا مش عارف، لا ادعي ادعي، دعائك ده ممكن يكون، مش ممكن، ده ان شاء الله هيكون سبب لفك كرب ناس من أسر الضحايا عايشين، لما تدعي ربنا يصبر أهليهم ويربط على قلوب الأمهات والأباء والإخوات والأبناء، هيفرق وهيفرق معاهم إن شاء الله كمان، ويعلي درجتهم في الجنة. تعالوا نقول أسماء الضحايا، يعني لازم نقول الأسامي. وتاني يا جماعة وانت بتسمع ادعي، ديانتك ايه ادعي، سنك ايه ادعي، دعاء ربنا يرحمهم مش متعلق بدين. الإنسانية يا جماعة ما بتتجزأش، الشماتة في الموت محتاجة من أي حد إن هو يتريق أو يشمت أو يشمت أو أي حاجة، محتاجة إن هو يعالج نفسه. الحقيقة احنا مش هنكذب على نفسنا ونقول ان احنا الحياه وقفت وان احنا حياتنا مكمله، ولو انا او ربنا يبعد عنكم اي شر، الحياه هتكمل، ولكن على الاقل في وقت المحنه نقوم بدور، بأي دور، دور مؤازرة لأسر الضحايا، دور دعاء زي ما احنا بنعمل كده، أو تعازي. تعالوا نجيب العناوين ونروح نعزي الأسر الضحايا. هتعرفوا مثلا أهالينا في الغربية في طنطا، أن في 9 كانوا على الطائرة دي من طنطا بس، من الغربية، لما تعرف أن كان في أب وأم رايحين، علشان الأم رايحة تتعالج من ورم سرطاني بتعاني منه من زمن، وسابوا أولادهم وماتوا هما الاثنين وسابوا أولادهم. في قصص كتير هنحكيها النهاردة، يعني
تزعل، ولكن علشان برضو احنا كلنا لازم يكون لنا وقفة وندعي. الإعلامي القدير أستاذ أسامة كمال النهاردة قالك عايزين نعمل يتعمل حاجة زي سلسلة بشرية أو حاجة نعبر فيها عن الحزن، كل واحد بطريقته، كل واحد بالشكل اللي هو عايز يقول انا مكمل حياتي، انا ممكن تشوفوني بضحك بس لا متضايق. يعني كل واحد عايز يعبر عن ده باي رد فعل يقدر عليه. غسان ابو لبن، صلاح الدين ابو لبن، عاطف ابو محمد، ياسمين محمد، امجد عياد، ريم السباعي، دنيا ديدا، هيثم سمير ديدا، هالة البصيل، خالد السيد، محمود إبراهيم السيد، الشاذلي الشاذلي، نصر حمدي حامد، وجيه حنة، أحمد هلال، أسامة فهيم، سوسن ويدر، والسيد محمود، وفرج محمد، وريهام مسعد، وإسماعيل شبانة، ويمنى شبانة، وأمينة سليمان، وسمية محمد، وفيصل البطيشي، وجمانة البطيشي، ومحمد البطيشي، وسليم كوماري، ومونيجي مونيجي دالا أو مونيجي دالا، وفارس عيسى عبيد، وإيزابيل جنين، وبيرا دي أسامي بقى من الفرنسويين، وجيوتن هيلسون، وباسكال هيس، وكمان سبيل فتيحة، ريمو صموئيل، والمطيري عبد المحسن، وسيشي محمد، سيفي محمد أو ساشي محمد، وناجي الله الصالحي، خالد منصور حسين، مروة حمدي، سحر الخوجة، نهى سعودي، ريتشارد عثمان، مارتن ديجو، وجريد سبيري، وكريم سويلم، وعلاء تاج الدين، ومدحت تانيوس، وأندريا تايل، وعودة وليد، وفي الشيخ ميخائيل، وأمال زين الدين، وجلال زيادة، ومحمد زيادة. يعني بغض النظر عني أكيد ممكن غلطت في بعض الأسامي في النطق، ولكن ده بيان بأسامي الضحايا رحمة الله عليهم. ربنا يرحمهم يا رب، ويتغمدهم برحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويدخلهم الجنة بلا حساب ولا عذاب. تعالوا نقرأ، أنا هقرأ من اللي انتوا كاتبينه كده، يعني من الأدعية، علشان يعني إن شاء الله، يعني بإذن الله تكون في ميزان حسناتهم إن شاء الله. يلا بينا اكتبوا الأدعية اللي انتوا شايفين إن احنا ندعيها مع بعض لإخواتنا وأهالينا مفقودي الطائرة. ما هي بتقول اللهم ارحمهم واسكنهم جناتك العلا، جنات العلا، تمام. اللهم امين. منى عطف بتقول اللهم ارحم من مات في هذه الطائره واجعلهم من اهل الجنه. في اللهم وفاء السبكي بتقول اللهم قهم عذابك يوم تبعث عبادك. رحيم بيقول اللهم ارحمهم. في كمان مروان بيقول اللهم ارحمهم واسكنهم فسيح جناتك. في كمان مازن بيقول الدعاء بيغير كل حاجه بس لو اليقين ثابت بربنا صح. مريم بتقول اللهم ثبتهم عند السؤال واجعل مثواهم الجنة. في كمان ندى أحمد بتقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إسراء أزهرية المعلمين بتقول يا رب اغفر لهم وارحمهم واسكنهم فسيح جناتك. اللهم أمين. سلمة بتقول شكرا سلمة. في كمان اللهم آنس وحدتهم وأرهم رحمتك وعفوك وكرمك ونعمك في مكانهم هذا، واكتبهم في جناتك مع عبادك المخلصين. زينة المعلمين. في كمان ربنا يرحمهم ويصبر أهليهم من دكتور ياسمين. اللهم أمين. اللهم اغفر لهم ذنوبهم من سارة خالد. اللهم أمين. اللهم ارحمهم واغفر لهم يا رب، صبر أهلهم يا رب وفي الجنة بإذن الله من إسلام. في كمان دنيا تامر بتقول اللهم اغفر لهم وارحمهم وأدخلهم فسيح جناتك. في محمد حط لنا صورة الزوج والزوجة اللي كانوا مسافرين عشان الزوجة تتعالج من الورم الخبيث وتوفاهم الله في الحادث. إن لله وإن إليه راجعون من ميوش. في كمان عمر الدعاء مكان أضعف الإيمان، الدعاء بيقوي الإيمان وخصوصا لما يكون في يقين ربنا هيستجيب لدعائنا ومش هيخزلنا أبدا. دي أمل أو أمال. أيوة كلنا لازم دلوقتي وإحنا بندعي نكون على يقين أن الدعاء مستجاب بأمر الله، الدعاء مستجاب. وهنقول حاجة بسيطة جدا، هما محتاجين الدعاء، محتاجين دعائك ودعاء انت عارفين. انتوا عارفين احنا قد ايه دلوقتي، عارفين المعلمين والجمهورية بتاعتنا دي قد ايه. لو كل واحد فينا قال امين بصدق وهو متأكد من جواه ان شاء الله ان الدعوات ليهم هتكون في ميزان حسناتهم ان شاء الله، وهتخليهم في الجنة وربنا هيعوضهم بالجنة عن كل اللي عنوه، ان شاء الله الدعاء هيستجاب. ربنا يغفر لهم ويرحمهم ويجعل مثواهم الجنة، ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. من شاعرة جهاد. اللهم اغفر لهم ولنا، من زينة رمضان. وفي كمان
اللهم اجعل قبورهم من رياض الجنة. ريوان منير بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إن لله وإنا إليه راجعون من لولو. اللهم صبر أهليهم وارحمهم أسكنهم فسيح جناتك، اللهم أمين. اللهم اقبل دعاء كل إنسان افتكرهم ومش ناسيهم يا رب من شروق، أمين اللهم أمين. اسكندرانية بتقول الله يا رب أنت وحدك العالم بكل اللي مروا بيه، يا رب اغفر لهم وارحمهم واجعلهم من أهل الجنة. أهي الحتة دي بقى يا يمين يا اسكندرانية بقى، هي دي كان في بوست النهارده مش عارف شفتوه ولا ايه، واحد كاتب، واحد عادي يعني زينا كده كاتب، الناس دي ما ماتتش مرة واحدة، الناس دي ماتت على مراحل. الناس دي ماتت الأول ازاي؟ تعالوا نتخيل بقى ونحط نفسنا مكانهم، علشان الناس اللي واخدة الموضوع باستخفاف، وعلشان الناس اللي شمتانا برضو يعني ربنا يهدينا جميعا. أول حاجة لما بدأت يحصل حركة، يعني تخيل نفسك أنت في الطيارة وبدأت يحصل حركة غريبة، ده إذا ما كانش تم تفجيرها خط لزق، يعني إحنا هنفترض إن الطيارة بدأ يحصل فيها عطل ووقعت، أو حصل فيها حاجة فبدأت تقع. لكن لو حصل التفجير، وده ما أعرفش يعني أكيد مفروض هنعرفه بقى بعد العثور على الصندوق الأسود هنعرف، لكن تعالوا نتخيل الأول الركاب بدأوا يشوفوا إن في حركة غريبة، المضيفات بتتحرك بسرعة، المضيفين بيتحركوا، في عارف اللي هو همس بينهم كده، اللي هما مش عايزين شغلة المضيف، الله يكون في عونه، ربنا يرحم من توفوا منهم، ولكن شغلة المضيف والمضيفة كان الله في عونهم، ان هما بيبقوا عارفين ان ممكن يكون في مصيبة وان هما هيموتوا هما كمان حالا، ولكن مطالب ان هما يهدوا الناس لاخر لحظة في عمره ما بيفكرش في نفسه. فبدأوا يشوفوا حركة غريبة، بعد كده بعدها بشوية سمعوا في الـ في الـ في الـ في السماعات او الاذاعة الداخلية او اللي بيتقال عليها يعني، ان في مطبات هوائية مثلا. ما هو الكابتن الطيارة ما بيبدأش الاول، مش هيقول الناس الطيارة بتقع طبعا. فبدأ طبعا القلق خلاص يتسرب بقى للناس. بعد شوية بتبتدي ينزل ايه، بينزل من قاعد في الطيارة كده، لو انت سافرت بينزل حاجة من فوقك كده اللي هو القناع اللي بتلبسه عشان تتنفس، يبقى فيه الاكسجين وتتنفس. بعد شوية يطلع لك اللايف جاكيت، اللي هو بتاع اللايف جاكيت ده اللي هو بينقذك لما تقع في البحر. كل ده موت، كل ده مراحل موت. تخيلوا بقى كل واحد قاعد جنب التاني، وكل واحد بدأ اللي يقرأ قرآن، واللي يقرأ الإنجيل، واللي يدعي، واللي يتشاهد، واللي ويا رب ارحمني ويا رب سامحني، وكل واحد بدأ يعدي قدام حياته شريط حياته كله في اللحظات دي، وكل ده مراحل موت، بيموت كل واحد في اللحظة دي، هو بيموت فعلا. بعد كده بدأت الطيارة تقع. يعني احنا بنفترض سيناريو اللي هو سيناريو سقوط أي طيارة. بدأت الطيارة تقع، لما بتشوف برامج كوارث سقوط الطائرات، الطيارة لما بتقع ما بتقعش كده اللي هي هتقوم خبطة وخلاص، لا ده الأول بيحصل إيه، إن ممكن يحصل تكسير، طبعا الانحدار والسقوط السريع للطيارة ممكن يخلي الكراسي تبتدي تخبط، يخلي ممكن باب من أبواب الطيارة يتفتح، يخلي بقى حاجات كتير تحصل، يخلي الناس يحصل أولا حالة الصرع اللي هتحصل للناس، وممكن حد يقوم والناس تبتدي خلاص بيموتوا بقى. يعني اللي هو مفيش حاجة بقى اسمها حافظ على الشكل العام، أنا بموت. ويبتدي لو حد قاعد جنب مراته يمسك إيدها يعني تخيلوا بقى، تخيلوا يعني كم من القصص اللي هو محدش يعرفها غيرهم وغير اللي خلقهم في اللحظات الأخيرة. كل ده موت برضو، كل ده موت، عمالين بيموتوا بيموتوا بيموتوا. وبعد كده لما الطيارة الله أعلم بقى ولعت ولا حصل ايه بقى، في فيديو انتشر كده واتكذب وقال ان هو مش فيديو، وفي فيديو اصلا انتشر ان هو جابوا حاجه مولعه في السماء وقعد، الله اعلم، واتقال بس اتقال ان مش هي دي الطياره. هي بقى مش هي اللي حصل بعد كده، ان هم خلاص بداوا يعرفوا على يقين ان هم بيموتوا. قدامك ثواني دقائق، وعارف ان هي دي الدقائق الاخيره من حياتي وحياتك، ممكن تعمل ايه؟ هو فكروا ازاي؟ حسبوها ازاي؟ محدش يقدر يحط نفسه مكانهم، لان هم اللي عاشوا التجربه المريره دي، تجربه سقوط الطائره، وتجربه ان انا بيني وبين الموت ثواني، ومش موت يعني مش فجاه روحي هتتقبض، لا ده انا ممكن اقع في بحر واغرق، ممكن اقع على ارض والطائره تنفجر، كل ده وارد يعني. وبعد كده خلاص اللحظات الاخيره، وكله مستني، وتتوقف القلوب وتتوقف الالسنه، وكله بيدعي، كله ساكت، وكله بيفكر في ولاده. أكيد كل أب وكل أم اللحظات اللي مرت عليهم في النهاية كانوا ما بيفكروش غير في ولادهم، هو الأب والأم كده. وبعد كده يحصل الارتطام،
اللي يموت من الارتطام يموت، واللي ما يموتش بقى ويغرق بقى بعد السقوط بقى يغرق في البحر، وبعد كده اللي ممكن بقى يعافر. ما هو ما اصل الروح حلوة، الحياة احنا كلنا يعني بنتمسك ونتشبث فيها على قد ما نقدر يعني. فانا لو كده هحاول بقى انجو بنفسي، هو دي بقى اللحظة اللي هو ممكن يقول نفسي او تحاول. ما هو انت مش هتبقى، الله اعلم بقى اللي جنبك ده كان عايش ولا لقيته اصلا تاني. هيبتدي يحاول حد ينقذ نفسه، غرق بقى سمك قرش ما تعرفش بقى، ما تعرفش، ما اصلا انت ما تعرفش، ما هو التفاصيل الاصليه التفاصيل كتير وما حدش يعرفها غير اللي خلقنا. هم شافوا لحظات مرت عليهم، اقول لك ايام مرت عليهم زي السنين، وانا عمال احكي وعمال اتخيل زي ما بنشوف في الافلام وزي ما بنشوف برامج كوارث الطائرات، ولا حاجه من اللي هم شافوه ولا اي حاجه. علشان كده احنا لازم ندعي ونقول يا رب يا رب، باللحظات المريرة اللحظات العصيبة اللي عاشوها والطيارة بتقع، ده إذا ما كانتش انفجرت، وإذا 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 اللحظات اللي هم ولو ثانية واحدة عرفوا فيها أن الطيارة بتقع وماتوا بعدها، الثانية دي يا رب جعلها شفيعة ليهم، لأنها أهوال فعلا. يعني كلمة أهوال هي الكلمة المناسبة. الشخص اللي كان كاتب الكلام بتاع ركاب الطيارة مروا بأكثر من مرحلة للوفاة، كتب قال أكثرهم حظاً، اكتر واحد سعيد فيهم اللي مات اول ما قالوا ان الطياره هتقع، اللي جاله سكته قلبيه من الخوف ومات، اللي مات مع اول حاجه، واتعسهم حظا اللي شاف كل حاجه ومات في الاخر. ربنا يرحمهم، ربنا يشفع فيهم شكل الموتى اللي ماتوها، ربنا يشفع فيهم العذاب والالم والرعب والفزع اللي مروا بيه. ادعوا لهم يا جماعة، وكلنا ندعي لهم، عارفين ان احنا مكملين حياتنا عادي، وانا هخلص البرنامج وهروح بيتي عادي، وانت هتخلص الحلقة وهتقفل وتعيش حياتك عادي. احنا مش منافقين على فكرة، ولا انت منافق، ولا هو، بس هو القصة ان احنا فاكرين، بس فاكرينهم في صلواتنا وفي دعائنا وفي ركوعنا وفي سجودنا وفي مساجدنا وفي كنايسنا وفي كل حاجة، فاكرينهم بس في رمضان وفي غير رمضان. ما يبقوش بس ايه، وهي دي المشكلة، ان هم يعني زيهم زي اللي راحوا زي اللي فاتوا. طيب هيبقوا زيهم زي اللي راحوا زي اللي فاتوا، خلينا نفضل فاكرينهم الشوية دول، فاكرينهم بس بالدعاء. ربنا يرحمهم. اللهم إن كان ضحايا هذه الطائرة المنكوبة من المحسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا من المسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم اجعل ذرياتهم ذريات صالحة تدعو لهم. اللهم اجعل أبناءهم من الأبناء الصالحين أصحاب العمل الدائم من أجلهم. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى نزلا لهم. اللهم ابني لهم بيوتا في الجنة واجعلنا نلتقي بهم فيها. اللهم اسقهم من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واسقهم شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلهم تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك. اللهم بيض وجوههم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم يمن كتابهم وثبت أقدامهم يوم تزل الأقدام. اللهم اكتبهم عندك من الصالحين والصديقين والشهداء والأخيار والأبرار. اللهم اكتبهم عندك من الصابرين. اللهم اجزهم جزاء الصابرين. اللهم امنحهم درجة الصابرين على ما مروا به من دقائق عصيبة كانت مثل السنين. اللهم امنحهم درجة الصابرين الذين يوفون أجورهم بغير حساب. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة إن كانوا في سرور فزد في سرورهم ومن نعيمك عليهم، وإن كانوا في هذه الساعة في عذاب فنجهم من عذابك يا رب. اللهم إنك أنت الغني عن عذابهم، اللهم ارحمهم يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منهم كل أعمالهم الطيبة، ما ظهر منها وما بطن، وما كان في السر وما كان في العلن، وتجاوز عنهم إن كانوا مقصرين. اللهم اجعل ما مروا به كفارة لجميع ذنوبهم. اللهم اجعل ما مروا به كفارة لجميع ذنوبهم. اللهم اجعل ما مروا به كفارة لجميع ذنوبهم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى
وباسمك الطاهر الأعظم أن تتقبل دعاءنا لهم، وأن تجعله طاهرا نقيا من كل رياء أو كذب أو نفاق، وإن كنا نسعى به لشهرة أو رياء فطهره من هذا الرياء، وتقبله خالصا لهم يا رب العالمين. اللهم ثبتهم بالقول الثابت، اللهم ارفع درجتهم في الجنة، اللهم اغفر لهم ذنوبهم، اللهم ثقل موازينهم، اللهم حاسبهم حسابا يسيرا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل حسابهم حسابا يسيرا يا رب العالمين. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورهم إن كانت في باطن البحر أو كانت في أي مكان قبورا من الجنة ورياضا من الجنة. اللهم اجعلهم في الفردوس الأعلى. اللهم اجمعهم بالنبيين والصالحين والصديقين والشهداء. اللهم اجعلهم تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك. اللهم بيض وجوههم ونور قبورهم وثبت على الصراط أقدامهم. اللهم إن كانوا في سرور في هذه اللحظات وفي هذه الساعة فزد في سرورهم ونعيمك عليهم، وإن كانوا في عذاب فنجهم من عذابك يا رب العالمين، فأنت غني عن عذابهم. اللهم تقبل منهم أعمالهم الطيبة، ما ظهر منها وما بطن، وما كان في السر وما كان في العلن. اللهم إن كانوا مقصرين في العبادات فتجاوز عنهم. اللهم اجعل ما مروا به كفارة لجميع ذنوبهم. اللهم اجعل ما مروا به كفارة لجميع ذنوبهم. اللهم اجعل ما مروا به كفارة لجميع ذنوبهم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وباسمك الطاهر الأعظم أن تتقبل دعاءنا لهم، وأن تطهر هذا الدعاء من كل كذب ومن كل نفاق ومن كل رياء ومن كل بحث عن الشهرة. اللهم اجعل هذا الدعاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا اللهم كما وعدتنا. دار الإفتاء المصرية نشرت الآتي: ما حكم من مات غريقا في البحر، وهل هذا علامة لسوء الخاتمة، وخصوصا أن في بعض الحالات لا يعثر على الجثمان؟ الجواب من دار الإفتاء كان كالآتي. دار الإفتاء يعني هي المسؤولة عن الفتوى، وتعالوا نسمع. الغرق هو الشكل من أشكال الشهادة كما جاء في الحديث في الأحاديث النبوية: من مات بغرق فهو شهيد، ومهما كانت قيمة الجسد عليه فإنه قميص قد وضعت فيه الروح، فالروح أشرف وأبقى وأعلى، ولها قانون خاص عند رب العزة. الروح لا تتضرر بما يتضرر به البدن من جروح وآلام مادية، ولها شعورها الخاص. وفي شأن ذلك قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، من سورة الإسراء الآية 85. والمنتقل إلى الله تعالى يكون في عالم الروح له شأن آخر، وهو العالم الأكبر والأوسع. وعلى كل حال فإننا ندعو الله أن يشمل برحمته جميع الموتى، وأن يلطف بنا ونحن في هذه الدار، وأن ينزل الصبر والسلوان على ذويهم، أمهات وآباء وأبناء وأخوة وأخوات وأصدقاء. اللهم اجعلهم في منازل الشهداء يا رب العالمين. اللهم لا تحرمهم من هذه المنزلة، منزلة الشهادة. طيب تعالوا زي ما نشر كده، تعالوا من المصري اليوم نشوف ملخص حادث الطائرة المصرية. تعالوا نشوف الحدوتة كده، يعني وإن كانت الكلمة الحدوتة مش مناسبة، ولكن القصة حصلت إزاي. اختفت الطائرة المصرية من على شاشات الرادار في اليونان، وكانت الساعة حوالي 3:30 ليلا بينما كانت في المجال الجوي المصري، بحسب مصدر في الطيران المدني اليوناني. قال أنها تحطمت قبالة سواحل جزيرة كارباثوس بين جزيرتي رودوس وكريت. بتقول وزارة الدفاع اليونانية أن الطائرة اللي كانت على علو 37,000 قدم، أكثر من 11,000 متر، انحرفت 90 درجة إلى اليسار ثم 360 درجة إلى اليمين خلال هبوطها من 37,000 قدم إلى 15,000 قدم، ثم اختفت بعدها من على شاشات الرادار.
بيؤكد الجيش عدم استقبال أي رسالة استغاثة من الطائرة نافي معلومات بهذا المعنى كانت أوردتها شركة الطيران. لم يشر الطيار إلى أي مشكلة خلال اتصاله الأخير مع أبراج المراقبة بعد الساعة 12:05 حسب طيران المدني اليوناني. أشارت وسائل إعلام يونانية ده 12 بتوقيت جرينتش بالمناسبة. أشارت وسائل إعلام يونانية دون تأكيد رسمي أن قارب كان في المنطقة شاهد كتلة نار في السماء والفيديو موجود على يوتيوب. لكن بعض الآراء قالت لا مش هو ده الطائرة ولم يؤكد ولم ينفى يؤكد أو ينفى الخبر. أشارت وسائل إعلام يونانية دون تأكيد هذا الموضوع. أما الجيش المصري فأعلن الجمعة صباح هذا اليوم العثور على أول قطعة من حطام الطائرة وجاء ذلك في بيان أصدره. كان بنص البيان تمكنت الطائرات والقطع البحرية المصرية من العثور على بعض المتعلقات الخاصة بالركاب وأجزاء من حطام الطائرة على مسافة 290 كيلومتر شمال الأسكندرية. وزير الدفاع اليوناني بيعلن أن الجيش المصري عثر على أشلاء بشرية ومقعدين وحقائب من الطائرة المنكوبة. السلطات الفرنسية تعلن تحليل محتوى 9000 كاميرا في مطار شارل دي جول في فرنسا ومحيطه في إطار التحقيقات حول حادث الطائرة المصرية. وزير الطيران المدني سيد شريف فتحي يعلن تشكيل لجنة تحقيق في حادث الطائرة المنكوبة برئاسة الطيار أيمن المقدم رئيس لجنة تحقيق الحوادث بوزارة الطيران. وزير الطيران يؤكد عدم العثور على أحياء في حادث الطائرة المصرية خلال أعمال البحث عن حطام الطائرة المصرية المنكوبة قرب سواحل الأسكندرية، وأكد أن القوات المسلحة تبذل قصارى جهدها للعثور على حطام الطائرة. وكالة الفضاء الأوروبية تعلن أن قمرا صناعيا رصد بقعة نفط محتملة في المنطقة التي سقطت فيها طائرة مصر للطيران. هيئة الأمن الجوي اليوناني نفت ذلك، أن يكون الحطام الذي عثر عليه في جنوب شرق كريت بالقرب من المنطقة التي يفترض أن الطائرة تحطمت فيها يعود للطائرة. أكد وزير الطيران شريف فتحي أن فرضية العمل الإرهابي قد تكون هي الأرجح في سقوط الطائرة. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك صباح الجمعة أنه سيتم درس كل الفرضيات، لكن ليس لدينا فرضيات مرجحة حتى الآن لأننا لا نملك أي مؤشر على الإطلاق حول أسباب تحطم الطائرة المصرية. على متن الطائرة كان هناك 56 راكب بينهم طفل ورضيعان وطاقم من 7 أفراد وثلاثة عناصر أمن بحسب مصر للطيران. الركاب هم 30 مصري، 15 فرنسي، وعدد 1 بريطاني، 1 كندي، 1 بلجيكي، 1 برتغالي، 1 جزائري، 1 سوداني، 1 تشادي، و2 من العراق، وراكب سعودي وراكب كويتي. سلمت الطيارة إلى مصر للطيران في نوفمبر 2003، وقد قامت هذه الطائرة ب 48 ألف ساعة طيران، وهذا الرقم يعد قليل نسبيا. اللهم ارحمهم برحمتك وتغمدهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه اللحظات التي مروا بها في نهاية حياتهم شفيعة لهم وتكفيرا لذنوبهم. تعالوا نقرأ الأدعية الحلوة اللي انتوا بتكتبوها وان شاء الله ربنا جعلها في ميزان حسنات ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة. وبنؤكد وبنكرر دوما من هنا من الراديو 9090 ومن موقع مبتدا ومن شركة دي ميديا بنتقدم بخالص التعازي لكل ضحايا لكل أسر ضحايا الطائرة المنكوبة، وبنتقدم بالتعازي أيضا من مؤسسة مصر الخير لكل أسر الضحايا ولكل المصريين ولكل العرب في هذا المصاب الأليم. مغردة مصرية مع أهلا وسهلا في كمان في حد بيقول شوف قد إحنا متأثرين كلنا، ما بالك يا يونس باللي هم مروا بيه وبأهلهم دلوقتي. ما فيش حاجة اسمها ما بالي، مش مهما أنا تخيلت ومهما أنت تخيلت والله والله ولا نحس بواحد من مليون من اللي مروا بيه.
في حد بيقول في رسالة، عمر محمود بيقول: يا رب بحق ليلة الجمعة، اللهم ارحم من كانوا على متن الطائرة وهون المصاب على أهليهم يا أرحم الراحمين، اللهم أمين. في كمان: الموت حق على الجميع، اللهم أحسن خاتمتنا رنوش، اللهم أمين. في كمان علا محمود بتقول: اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة، واغفر لهم وادخلهم فسيح جناتك، وارزق أسرهم الصبر والسلوان، علا محمود اللهم أمين. في كمان اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل مثواهم الجنة من شروق، اللهم أمين. في كمان اللهم استجب لهم دعوات الجميع، اللهم أمين. في كمان 66 شخص لو وزعناهم على الخريطة احتمالية ان هم يقابلوا بعض اقل من 1 في المليون، ولكن نهايتهم نفس النهاية ونفس المكان اللي ماتوا فيه من نورة، حكمة ربنا. اللهم إن كانوا محسنين فزيد في إحسانهم وجازهم خير الجزاء، وإن كانوا مقصرين فاغفر لهم تقصيرهم وارحمهم رحمة من عندك، من زينة المعلمين، اللهم أمين. في كمان لازم الدول العربية تقف مع بعض أكتر من كده، طول ما احنا بعيد عن بعض دايرة الموت بتكبر. في كمان يقول الإمام محمد متولي الشعراوي رحمه الله: عادة لا يقلق من كان له أب، فكيف يقلق من كان له رب، من سلمة. اللهم اغفر لهم وارحمهم واسكنهم فسيح جناتك، وثبتهم عند السؤال، وصبر أهليهم، من جكريانة المعلمين. في كمان: اللهم إن كنا مقصرين في الدعاء للأموات فأنت الكريم الذي لا تنسى، هب لهم نعيما ورضوانا وسرورا. ده من علا وحلو قوي. اللهم إن كنا مقصرين في الدعاء للأموات فإنك أنت الكريم الذي لا ينسى، هب لهم نعيما ورضوانا وسرورا. اللهم بحق كل حرف في القرآن أن تستجب الدعوات للشهداء، وارحمهم واغفر لهم واسكنهم فسيح جناتك. في كمان لا حول ولا قوة إلا بالله من محمد أحمد، حقا انا كنت كل ده عايش على امل ان هم هيطلعوا ان احنا هنلاقي الطياره ويطلعوا عايشين. مروه، والله يا مروه انا امبارح طول الحلقه اصلا يعني عايز اتكلم مش عايز اتكلم، بس هو الواحد عمال يقول لا ان شاء الله، زي اللي انت كنت بتقوليه، انا برضو كنت عايش على الامل ده، بقول لا ان شاء الله ان شاء الله هنسمع خبر كويس، ان شاء الله هيخرجوا باذن الله، يعني هنسمع خبر يعني اللي هو اسوء حاجه بقى اختطاف يعني ويرجعوا لنا بالسلام، ولكن قدر الله وما شاء فعل. اللهم بارك لهم فيما أقاموا فيه من عمرهم من طاعات، وارحمهم واغفر لهم وارحمهم وبكل ما رأوه من أهوال ارحمهم. مصطفى بيقول: عرفت معنى اللهم بلغنا رمضان قوي، اللي انت كنت بتقولها لنا دايما ان ممكن قبل رمضان بوقت بسيط ناس ما تلحقش الشهر الكريم، اكيد كان في منهم ناس بتجهز، واكيد منهم اللي اشتروا يميش رمضان واللي اشتروا الفوانيس واللي واللي، ولكن ربنا لم يبلغهم الشهر الكريم. مش معنى كده يا صديقي ان هم وحشين خالص، لا ده بالعكس، ده يعني انت ممكن تاخدها من ناحية تانية خالص، ان هو ربنا اصطفاهم ان هم يكونوا في منازل الشهداء، خدها كده من هذه الزاوية. احمد العشري صيدلي كان موجود على الطيارة المنكوبة. تعالوا ناخد بقى قصص كده زي ما بيقولوا من القصص الانسانية لركاب الطائرة المنكوبة. أحمد كان على الطائرة المنكوبة هو ومراته ريهام حسن رحمة الله عليهم الاثنين. كانوا راجعين مصر بعد رحلة علاج طويلة مكثفة للزوجة. باع فيها أحمد كل اللي حلته وكل اللي وراه وكل اللي قدامه علشان ريهام تتعالج. أصيبت بالمرض الخبيث من فترة مش بعيدة، وقرر أحمد أنه يبيع كل اللي حلته علشان يسافر بيها ويعالجها في فرنسا. قالوا له هو العلاج هناك المضمون، وإن شاء الله هترجع بيها سليمة وترجع بيها أحسن، وترجعوا لولادكم إن شاء الله أفضل حال. سافروا وقعدوا هناك 3 شهور وشفاها الله وقامت بالسلامة، ولكنهم كانوا راجعين على الطيارة اللي حصل لها الحادث. توفي أحمد العشري وتوفيت ريهام حسن، وسابوا 3 أطفال، الكبير في أولى ابتدائي وأصغرهم في الحضانة. ربنا يرحمه.
المخرج الشهير عثمان أبو لبن أعلن عن فقده لأربعة من أفراد أسرته في حادث الطائرة المصرية المنكوبة، عمه وابن عمه ومرات عمه ومرات ابن عمه، صلاح أبو لبن، غسان أبو لبن، سحر قويدر وزوجة ابن عمه ريهام السبائي، رحمة الله عليهم جميعا. رئيس طاقم رحلة باريس ميرفت زكريا ليها قصة جميلة نحكيها مع بعض. كان في مسلسل اسمه أبو العيلة البشري، كان مسلسل ده بطولة الفنان محمود مرسي والفنانة كريمة مختار، وكان مسلسل قدم غالبا في الثمانينات، يعني في نهاية الثمانينات أو في منتصف الثمانينات. المسلسل ده شهير جدا وكان من المسلسلات الناجحة جدا وتقدم على جزئين. رئيس الطاقم رحلة هذه الرحلة الأليمة كانت إحدى الفنانات اللي ظهرت في مسلسل أبو العيلة البشري مع الفنان محمود مرسي والفنانة كريمة مختار، وده كان العمل الفني الوحيد اللي قدمته ميرفت رحمة الله عليها، واتجهت بعدها قررت أنها تسيب العمل الفني خالص وأنها تشتغل مضيفة. اشتغلت مضيفة أكتر من 20 سنة. ميرفت رحمة الله عليها رئيسة طاقم رحلة باريس تم تكريمها وترقيتها من شركة نصر للطيران ومسكت منصب رئيس طاقم الطائرة دي، وبعد الترقية دي كانت أول وآخر رحلة ليها. كانت قامت بدور في مسلسل أبو العيلة البشري، وكان بدور كان دور دور هالة. لو أنت على اليوتيوب ممكن تدخل وتدور على المسلسل وتدور على البنت المتمردة اللي كانت في المسلسل اللي رافضة السيطرة وعايزة تكون منطلقة، كانت هي الفنانة ميرفت زكريا، واللي قامت بدور هالة في مسلسل أبو العيلة البشري. هنو نسمع التتر بتاع المسلسل ده، لأن التتر ده من المسلسلات أو من الكلمات الجميلة جدا، غناء الفنان علي الحجار. ونرجع تاني في كلام على مين؟ على راديو 90 90. هاها مصريين، كل مطلوب منك تعمل إيه؟ ادعي وانشر الدعاء، املوا الفيسبوك واملوا تويتر يا جماعة، واملوا الأسماس، واملوا كل حاجة دعاء، وإحنا هنقرأ دعاء من الدعاء الحلوة اللي انتوا بتبعتوا لنا. كلام معلمين على راديو 90 90 هواها مصري، بنتقدم بخالص التعازي لكل الشعب المصري ولكل الوطن العربي وكل العالم في هذا الفقد، فقد لضحايا طائرة مصر للطيران، ونتقدم لأسر الضحايا طبعا بكل التعازي، وبندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الضحايا برحمته الواسعة، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يجعلهم من أهل الفردوس الأعلى، وأن يدخلهم الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اجعل ما مر به من لحظات عصيبة صعبة كارثية مرعبة مفزعة كفارة لهم وزيادة لهم في ميزان حسناتهم، وأدخلهم بها الجنة وعلي درجتهم بها في الجنة. المضيفة المصرية سمر عز الدين بيقولوا عنها أنها تحققت نبوءتها بعد ما نشرت أكتر من مرة على صفحتها على فيسبوك صورة لمضيفة شايلة شنطة سفر ووراها طيارة غرقانة في البحر وهي طالعة بشنطة السفر من البحر. سمر عز الدين سابت شغلها في احدى شركات المحمول في مصر وحققت حلمها وبقت مضيفة سنة 2014، واول ما تم تعيينها غيرت صورتها الشخصية على فيسبوك لصورة المضيفة اللي ناجية من حادث الطيران، وكانت كل شوية بتشيلها وترجع ترجعها تاني وتخليها البروفايل بيكتشر الشخصية بتاعتها. اخر مرة حطتها بيقال انها كانت تقريبا في شهر 4 او في شهر 3 اللي فات، وسبحان الله تحققت النبوءة وعثر على متعلقات وأشلاء الضحايا في البحر المتوسط بالقرب من الإسكندرية. سمر كانت عروسة جديدة متزوجة من 6 شهور بس. الناس بيقولوا الناس المحبين، الناس الجميلة، الناس اللي لسه الإنسانية بتطرق أبواب قلوبها، بتقول الصورة دي معناها إيه؟ معناها إن دي روح سمر. بعد ما خلاص أسلمت الروح إلى بارئها، خرجت روح سمر بشكلها بجمالها بكل حاجة، خرجت سليمة من حادث الطيران. صورة سمر منتشرة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، لو أنت يعني ممكن تشوفها موجودة، وممكن تلاقيها على الهاشتاج بتاعنا على تويتر كمان النهاردة، معلمين الجمعة راديو 90 90. رحمة الله عليها، ربنا يرحمها ويصبر زوجها ويصبر أسرتها على فراقها. الطيار محمد شقير كابتن الطيارة، أصحابه نعوه على الفيسبوك وقالوا
كان لسه عازم الدفعة كلها عنده في البيت من 4 أيام. كنت بتودعنا يا محمد. عم الطيار محمد شقير رحمة الله عليه عمه قال علاقته بزمايله كانت هيلة جدا، ودايما كان بيحاول يصلح بينهم لو في مشاكل، وكان دايما بيحاول يصلح الأمور بين الزمايل وبين المديرين. من الدعوات اللي انتوا بعتوها تعالوا نقرأ برضو شوية دعوات من اللي انتوا بتدعوا بيها. من على الرسائل: ياريت يا أحمد كل واحد لو يصلي ركعتين قيام ليل ويدعي ليهم. والله ياريت ياريت كل واحد النهاردة يصلي ركعتين. احنا بنخلص مثلا الساعة 3 كلنا نصلي ركعتين قيام ليل، المسلم يصلي صلاته والمسيحي يصلي صلاته وكله يدعي ليهم بالرحمة. خلينا نتحد شوية في الدعاء ليهم، خلينا نحس بيهم، خلينا معلش زي ما قلنا في الأول الحدوتة نقولها تاني. زي ما كتب أحد الأشخاص على 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 مواقع التواصل الاجتماعي وقال الناس دي ما مرتش بموت واحد، دول شافوا الموت أكتر من مرة، من أول ما شافوا المضيفات وفي حالة درباكة كده خفيفة بدأوا يخافوا، بعد كده لما بدأوا يحسوا إن في حاجة وبدأوا يقولوا لهم نزلوا الأقنعة بتاعة التنفس كده في حاجة أكيد، بعد ما قالوا لهم يلبسوا اللايف جاكيت اللي هي سترة النجاة اللي بتتلبس عشان لو الطيارة وقعت في البحر، بعد كده لما بدأت الطيارة فعلا تنحرف عن مسارها ويحصل بقى اهتزاز كبير وبدأت الناس تعرف، بعد كده لما بدأت الطيارة تقع بالسقوط الفظيع اللي حصل، بعد كده لما الطيارة ارتطمت بالبحر وتكسرت، في اللحظات اللي فاتت دي في ناس كتير اكيد كانت ماتت، يعني اللي مات بقى بسكتة قلبية واللي مات بقى باختناق واللي الله اعلم برضو الله اعلم، وبعد كده لما كانش مات في كل ده مات بقى لما غرق، مات بقى في ظلمة البحر، مات بقى مات. اللي كان كاتب انا بحييه على انسانيته بيقول يا جماعة انتوا عارفين مين اكثرهم حظا؟ اللي مات في الاول، اللي اول ما عارف ان في مشكلة ما تحملش وجاله سكتة قلبية ومات. يا ترى في كم واحد جاله سكتة قلبية ومات؟ او يا ترى في كم واحد ماتوا في المراحل الاولى واسوأهم او اتعسهم حظا واصعبهم لحظات اللي فضل للاخر، اللي شاف كل ده، اللي مر عليه كل ده. ده في حالة الكلام ده، في حالة ان الطيارة ما تكونش فعلا، ما في بعض الاراء بيقولوا انها اتفجرت اصلا تفجير فجائي وهي فوق، الله اعلم هيبان ده، يعني ده مش شغلنا بقى احنا، ده في ناس مسؤولة عن ده هي اللي تطلعنا نتمنى على الحقائق سريعا. معلمين الجيزة راديو 99 بيقول اللهم إنا نحتسبهم عندك شهداء فاللهم تقبلهم. اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين. اللهم إنا المتوفى في كفالتك وفي ضيافتك، فهل جزاء الضيف إلا الإكرام والإحسان؟ اللهم إنك أنت أهل الجود والكرم فأكرمهم يا رب العالمين، اللهم أكرم نزلهم. اللهم إن المتوفى في حاجة إلى رحمتك وأنت الغني عن عذابه فارحمهم يا رب العالمين. اللهم حرم أجسادهم على النار، اللهم حرم أجسادهم على النار. اللهم استقبلهم عندك خالين من الذنوب ومن الخطايا. اللهم كن لهم أنت يا رب الرب الراضي غير الغضبان. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم تقبل دعاءنا لهم، اللهم تقبل هذا الدعاء خالصا لوجهك الكريم. أمال بتقول اللهم اجعلهم مع الصديقين والشهداء، ربنا يصبر كل طفل فقد أهله يا رب، ربنا يصبر كل أب وكل أم فقدوا أولادهم، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. من محمد حسام. في كمان اللهم أمنهم بفزع يوم الدنيا اللي عاشوه، يا رب أمنهم بفزع يوم بفزع الدنيا اللي عاشوه من فزع يوم القيامة من وفاء السبكي. اللهم بحق هذه الأيام المفترجة ارحمهم واغفر لهم. من ميدو. في كمان الناس حطوا صورة رئيس الطاقم الطيران ميرفت زكريا وهي في المسلسل وقالوا يا رب اجعل مثواها الجنة هي والباقين. شكرا يا شروق. اللهم أمين. اللهم تقبل دعاءنا. من محمد المليجي. اللهم أمين. لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عندهم بمقدار،
اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة، واربط على قلوب أسرهم وأهلهم وذويهم، وأكرم نزلهم من إلهم. اللهم أمين. لسه مكملين مع بعض كلام معلمين على راديو 90 90، وزي ما اتفقنا النهاردة احنا الحلقة خاصة جدا. تاني احنا مش جايين نقلبها نكت خالص، احنا جايين نتكلم كبني آدمين، انسان. كلمة الانسان، الانسان اللي هو يشعر بمصيبة اخوه، اللي يشعر بكرب اهله، بكرب اخواته، بكرب جيرانه، بكرب اي انسان في الكون. تاني بنقول، وانا بعترف وكلنا بنعترف مع بعض، احنا حياتنا هتكمل. ايوه هتكمل عادي، بس على الأقل يعني نبقى عملنا أي حاجة، دعينا لهم، دعينا وإن شاء الله ربنا يستجيب. فمش مش هنكذب، أنت هتخلص الحلقة وعندك مذاكرتك أو عندك اللي وراك، وأنا عندي حياتي وكل واحد عنده حياته، بس على الأقل يعني نبقى عملنا حاجة، نبقى حتى في الصلاة، الصلاة الجاية ندعي، يبقى حتى في رمضان نبقى فاكرينهم، يبقى حتى وإحنا بنعمل أعمال الخير في رمضان نوهبها لروحهم، نقول دي يا رب اللهم اجعلها في ميزان حسنات مفقودي الطائرة، ضحايا الطائرة، تعبئة شنط رمضان اللي هنعملها نقول يا رب اجعلها في ميزان حسنات ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة. وإحنا على فكرة مش دي أول حادثة طيارة، فاكرين طيارة البطوطي؟ فاكرين؟ فهو يعني الكوارث مش هتبطل، سواء عندنا او عند اي حد في العالم، هو ده العادي. واحنا مش بصدد مين فين، مين مسؤول او مين مهمل، احنا دلوقتي في حادث صعب وحزن كبير في كل بيت مصري، في كل بيت وفي كل بيت عربي، والناس كلها زعلانة. فاحنا مش جايين عشان نقول ده مين وده مين، ده مش شغلنا. احنا دورنا اللي احنا بنقوله ان احنا ندعي، لان الدعاء عمره ما كان سلاح ضعيف، لا، الدعاء سلاح قوي جدا جدا. ومؤمنين وعلى يقين يا رب بقيمة الدعاء، بس لما يبقى على يقين، فاللهم اجعل هذا الدعاء كله يقين. خلينا لسه مكملين كلام معلمين على راديو 90 90، ها مصري، وبنكمل دعواتنا مع بعض، وبنكمل كلامنا ودردشتنا، ولسه عندنا قصص إنسانية عن ضحايا الطائرة المصرية. مكملين كلام معلمين على راديو 90 90، هواها مصري، ولسه بنستعرض مع بعض بعض القصص لركاب الطائرة. الحدوتة اللي معانا القصة لأسرة، يعني ربنا يرحمهم، ربنا يرحم كل ضحايا الطائرة يا رب. كان في أسرة مصرية فاتتهم طيارة تانية كانت طالعة من صالة واحد في مطار شارلي ديغال في فرنسا بسبب خطأ في الإجراءات، ففاتهم الطيارة بتاعتهم. ويقوم ايه بقى اللي يحصل؟ المطار قال لهم استنوا لتاني يوم وهنوفر لكم رحلة تانية. الاب او رب الاسرة بنته قالت له خلاص يا بابا هنيجي بكرة وهنروح، ومش نهاية العالم يعني لو استنينا لبكرة. لكن الاب اصر، قال هنركب الطيارة اللي بعدها. يقنعوا فيه، يا عم هديك يرضيك، اصر. وركبوا الطيارة وبقوا من ضحايا الطيارة المنكوبة. القصص دي اتحكت كمان في من على من المطار من هناك. الضحية البريطاني اسمه ريتشارد عثمان، هو جيولوجي عنده 40 سنة. مراته كانت بتحذره من السفر في رحلات العمل، وما كانتش عايزاه يسافر، خصوصا ان هما لسه ربنا رزقهم ببنتهم التانية من 3 اسابيع، وكانت زي ما تقول كده قلبها حاسس ومش عايزاه يسافر. ولكنه سافر على رحلة من باريس للقاهرة، ولقى نفس المصير، نفس مصير الطائرة المنكوبة. قصة تانية لضحية جديدة من ضحايا الطائرة المنكوبة، أمل زين الدين. أمل عمرها 42 سنة، كان عمرها 42 سنة، كانت عايشة مع فرنسا، في فرنسا مع زوجها اللي بيشتغل مقاول، وعندها بنتين، الكبيرة في ثانوي والصغيرة في 6 ابتدائي. قررت ترجع مصر لأنها عرفت أن خالتها مريضة في المستشفى والحالة حرجة. أصرت على زوجها وقالت له عايز أرجع، عايز أزورها، لأنها سمعت إن هو الحالة يعني صعبة، فقالت أنا عايز أشوفها. سبحان الله، سبحان الله. بنت أمل رحمة الله عليها قالت ماما بعد ما وصلت للمطار، المطار في فرنسا، اكتشفت إنها نسيت جواز السفر بتاعها، وقررت ترجع تجيبه، لكن بنتها وجوزها قالوا لها نستنى وهم هيروحوا يجيبوها، يجيبوه لنا ويجوا. وبالفعل جابوا لها الباسبور، ولما بنتها ادت لها الباسبور لقيتها بتقول أنا خايفة قوي زي ما تكون أول مرة سافر،
ربنا يستر. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. دي أمل اللي قالت الكلام ده لبنتها. أنا خايفة زي ما يكون أول مرة سافر، ربنا يسترها. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وركبت الطيارة واتصلوا بيها يطمنوا عليها بعد ما ركبت الطيارة قبل ما تتحرك، وفضلوا يتصلوا مستنيين أنها توصل للقاهرة. يتصلوا. في خبر بيقول، قال مسؤول قضائي فرنسي أن محققي الطيران الفرنسيين بدأوا في فحص واستجواب كل العاملين في مطار شارل ديغال الذين كانت لهم صلة مباشرة أو غير مباشرة برحلة مصر للطيران الكارثية التي أقلعت الأربعاء من باريس وتحطمت في البحر المتوسط. ويتضمن التحقيق أفراد المطار الذين كانت لهم صلة بالطائرة أو تعاملوا مع أي أغراض أو بضائع دخلت الطائرة، عمال الأمتعة، عمال الصيانة، أفراد البوابات، حرس الأمن، وموظفي تنظيم ركوب الطائرة وآخرين، وكلهم حملوا شارات حمراء تسمح لهم بالدخول إلى مناطق محظورة من المطار. هذه الشارة تمنح لمدة 3 سنوات من قبل السلطات المحلية وليس من قبل المطار بعد عدة تحقيقات تجريها الشرطة. يشار أنه تم سحب عشرات الشارات الحمراء العام الماضي بسبب ظاهرة التطرف. وبيقول المسؤول القضائي أن المحققين أيضا ينظرون في قائمة ركاب الطائرة وأفراد الطاقم للبحث عن أي سجلات جنائية أو صلات بقوائم مراقبة الإرهاب. واختفت الطائرة المصرية التي كانت متجهة من باريس إلى القاهرة صباح الخميس قبل أن يعلن الجيش المصري في بداية يوم الجمعة العثور على أجزاء من حطامها وبعض متعلقات الركاب على بعد 290 كيلومتر من سواحل مدينة الإسكندرية. أكيد الأخبار كل شوية هنسمع أخبار وهنسمع حاجات جديدة، فربنا يصبر المصريين وكل الناس. والله يا صلوة، يعني موضوع إنساني بحت. يعني اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة، اللهم ارحمنا، اللهم ارحم ضحايا الطائرة رحمة واسعة، اللهم تغمدهم برحمتك، اللهم ارحمهم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم ابعثهم آمنين مطمئنين في نور من نورك يا رب العالمين، اللهم حرم أجسادهم على النار، اللهم أدخلهم الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، اللهم ارحم غربتهم وآنس وحدتهم ووحشتهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعاف عنهم وتجاوز عن سيئاتهم، اللهم ابدلهم بدور خيرا من دورهم وبأهل خيرا من أهلهم، اللهم انقلهم إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم اجعل اللحظات التي ختموا بها حياتهم من لحظات الفزع الرهيب التي مر بها ضحايا الطائرة اجعلها كفارة لهم، واجعلها سببا في دخولهم الجنة، واجعلها سببا في زيادة أعمالهم الطيبة وزيادة حسناتهم إلى يوم الحساب. اللهم ارزقهم لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ابعثهم آمنين مطمئنين في نور من نورك يا رب العالمين، اللهم اجعل الفردوس الأعلى نزلا لهم، اللهم اصحبهم وارفقهم بالصالحين والنبيين والشهداء والصديقين، اللهم اجعلهم تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة ونحن ندعو هذا الدعاء، إن كانوا في سرور فزد في سرورهم، وإن كانوا في نعيم فزد في نعيمهم، وإن كانوا في عذاب فنجهم من عذابك وابدل عذابهم إلى جنة ونعيما. اللهم ابدل كل سيئاتهم إلى حسنات، اللهم إن كانوا محسنين فزد حسناتهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم تقبل منهم أعمالهم حتى وإن كانت قليلة. اللهم اجعل تلك الأهوال التي مروا بها كفارة لجميع ذنوبهم. إلهنا من ندعو سواك، إلهنا أنت أمرتنا بأن ندعوك، سبحانك اللهم وبحمدك ندعوك يا ربنا فاستجب لنا اللهم كما وعدتنا. مكملين مع بعض كلام مع المينا راديو 90 مع مؤسسة مصر الخير، ونتقدم بالتعازي لكل الشعب المصري في ضحايا في فقد ضحايا حادث الطائرة المصرية المنكوبة.
خليني اقول لكم برضو بعض العناوين. بدء التحقيقات قلناها خلاص. وفي بيانات رحله مصر للطيران تظهر انذار. سي ان ان نشرت ان ده على يعني العهده على سي ان ان بتقول وجود دخان قبل دقائق من تحطم الطائره. طيب من الأخبار اللي معانا كمان، مراسلة صحفية فرنسية تستقيل اعتراضا على أنها توجه كتاب التقرير تدين في شركة مصر للطيران. الصحافة العالمية وكأنها اتفقت فجأة كده اتفاق يعني غير معلن أن لازم يتم تشويه صورة مصر بأي شكل كالعادة، يعني الغالبية للأسف. يعني قالت فينيسيان مراسلة صحفية لسوار بالقاهرة عبر بوست على الفيسبوك انه عقب اختفاء طائرة مصر للطيران بين باريس والقاهرة طلب مني الا اقدم مقال عن الوقائع واركز بدل ما اركز على حزن عائلات الضحايا والحديث عن توجيه ان انا اتحدث عن توجيه الاتهام الى الامان في شركة مصر للطيران. شوفوا يا جماعة عشان نبقى عارفين بيتعمل لنا ايه. البوست بتاعها ترجمته او كتابته كالاتي: اعتبارا من الأول تحذير حالة غضب، كتبت فينيسيان هذا الكلام. اعتبارا من اليوم لم أعد مراسلة جريدة لسوار بالقاهرة. بالأمس عقب اختفاء طائرة مصر للطيران بين باريس والقاهرة طلب مني ألا أقدم مقال عن الوقائع وأركز بدلا من ذلك على حزن وأركز بدلا من إني أركز على حزن عائلات الضحايا والكلام إن أنا أتكلم عن توجيه الاتهام إلى الأمان في شركة مصر للطيران أو شركة الطيران المصرية. رفضت وقلت أنا لم أستطع لقاء الأهالي وهم رفضوا الحديث مع الإعلام، وبما أن سبب الحادث غير معروف ليس لدينا مؤشرات، لم أكن أستطيع أن أواجه بذلك اتهام لأي شخص ولا حتى التلميح بمسؤولية شركة مصر للطيران عن الحادث. واليوم يشكروني ويخبرونني أنني لم أعد على قوة العمل. في هذا الوقت الذي يتهم فيه الناس الصحفيين بالكذب، بالمبالغة، بالتزييف، بالتغطية على المسؤولين، باختصار لا يثقون فيهم، قررت أن أقول لا، قررت ألا أستسلم لصحافة التلاعب بالمشاعر وتجاهل صحافة المعلومة وأخلاقيتها من أجل المرتب الهزلي. أنا لست نادمة على ذلك بل فخورة، لم تكن المرة الأولى التي يطلبون مني ذلك أو هذا، التركيز على الإثارة بدلا من الحقائق، ولكن هذه المرة الأمر يتعلق كان سابقا يتعلق بموضوعات أقل أهمية فلم ألتفت لها. من الضروري أن نستطيع نحن كصحفيين مستقلين وغيرنا أن نقول لا، وأن نتذكر دوما أن كلماتنا ومعالجتنا يمكن أن تكون لها آثار كارثية على الأفراد. يجب أن نكون نحن من يعيد ثقة القراء المفقودة، لأن أطقم التحرير إن قامت بهذا فستقوم به على استحياء. عاشت صحافة المعلومات. تحية للصحفية والمراسلة الصحفية فينيسيان من صحيفة لسوار، وأتمنى يعني أن يتم التحقيق في هذا البوست لأن هي صحفية شريفة جدا، بنوجه لها كل تحية الحقيقة. حاجة تزعل يعني، ما هو الموضوع كله يزعل، ولكن ساعات بيبقى الحزن مضاعف. استحوذت محافظة الغربية بمفردها على تلت الضحايا المصريين في الطائرة المنكوبة، خاصة ان المحافظة بيتبع عليها قرية ميت بدر حلاوة. طبعا احنا عارفين الاسم ده من فيلم الفنان محمد هنيدي. قرية ميت بدر حلاوة المعروفة وسط قرى الدلتا بفاريس مصر، حيث ان اكثر من 75% من شباب القريه بيعملوا في فرنسا منذ سنوات، لدرجه ان عمده القريه بيسافر سنويا للقاء عمده باريس هناك. وتحولت القريه التي تنعم بالخيرات الى قريه حزينه مليئه بسرادقات العزاء. الوجع والالم يسيطر على الجميع. ترتدي النساء الملابس السوداء وسرادق العزاء يقام في اكثر الشوارع، ويقف الجميع يترقب لحظات وصول جثامين الضحايا في القرية، بينما قرر آخرون السفر للقاهرة لانتظار الجثث بمحيط مطار القاهرة الدولي. أكد أهالي قرية ميد في بدر حلاوة أن الحادث اختطف خيرة شباب القرية، بينهم شباب كانوا بيجهزوا أنفسهم للزواج بعد أيام قليلة ونازلين عشان يتجوزوا، إلا أن الحزن سبق الفرح، وآخرون قرروا العودة إلى مسقط رأسهم لقضاء شهر رمضان والعيد مع أهلهم. أكتر من حد من اللي كانوا راجعين علشان يقضوا شهر رمضان والعيد
في وسط المصريين. إلا أن الحادث الأليم حال دون لم شمل الجميع، وفقدت قرية ميت بدر حلاوة التابعة لمركز سمنود والمعروفة بقرية باريس 7 من أبنائها، منهم شاب وزوجته المغربية وطفلة الشاب ده، وشاب آخر من قرية شبر أبابل التابعة لمركز المحلة، أتمنى أكون بقولها صح، أو شبر أبابل التابعة لمركز المحلة الكبرى، وآخر من قرية السبربي مركز طنطا. وأعلنت السلطات المصرية أسامي الضحايا من أبناء محافظة الغربية، منهم خالد الطنطاوي 35 سنة متزوج من مصرية ولديه ولد، خالد عبد الخالق علام 40 سنة متزوج من فرنسية، هيثم سمير 35 سنة متزوج من مغربية ولديه طفل 4 سنوات، خالد نملة، خالد علام، محمد مجدي، أمجد أبو محمد، علاء تقي الدين. رحمة الله عليهم، وكل التعازي لمحافظة الغربية وتحديدا لقرية ميت بدر حلاوة لفقدها خيرة شبابها. اللهم هون عليهم اللحظات الأخيرة التي عاشوها في نهاية حياتهم، واجعلها كفارة لهم، واجعلها سببا في ترقيتهم لدخول الجنة والترقية لدخول الفردوس الأعلى. اللهم إن كانت هذه اللحظة عصيبة، وهي المؤكد أنها لحظة عصيبة، فاجعلها لحظة تحول إلى النعيم، إلى نعيم الجنة. اللهم اعف عنهم في هذه اللحظة التي نتحدث فيها الآن. اللهم اجعل اللحظة التي فارقوا فيها الحياة لحظة الانتقال إلى جنة الخلد. الساعة 3:29 دقيقة تختفي طائرة من على شاشات الرادار، وكانت في المجال الجوي المصري. بحسب مصدر في الطيران المدني اليوناني قال تحطمت قبالة سواحل جزيرة كارباثوس وبين جزيرتي رودوس وكريت. تقول وزارة الدفاع اليونانية إن الطائرة التي كانت على علو 37,000 قدم، ما يعادل أكثر من 11,000 متر، انحرفت فجأة 39 درجة لليسار، ثم فجأة بها تدور 360 درجة إلى اليمين خلال هبوطها من 37,000 قدم ل 15 بعد كده 1000 قدم، ثم تختفي من على شاشات الرادار. لحظات من أصعب اللحظات اللي ممكن مهما اتكلمنا عنها لو إنسان عاشها ما قدرش نوصف الحالة اللي هو أو هم كانوا فيها. يؤكد الجيش المصري عدم استقبال أي رسالة استغاثة. لم يشر الطيار إلى أي مشكلة خلال اتصاله الأخير مع أبراج المراقبة. أشارت وسائل إعلام يونانية دون تأكيد رسمي أن هناك قاربا كان في المنطقة قد شاهد كتلة نارية في السماء، ونشر فيديو على موقع يوتيوب لهذه الكتلة النارية. أعلن الجيش المصري في صباح الجمعة العثور على أول قطع الحطام من الطائرة المصرية المنكوبة، وجاء ذلك في بيان أصدره كان كالآتي: تمكنت الطائرات والقطع البحرية المصرية من العثور على بعض المتعلقات الخاصة بالركاب، وكذلك أجزاء من حطام الطائرة على مسافة 290 كيلومتر شمال الأسكندرية. وزير الدفاع اليوناني يعلن أن الجيش المصري قد عثر على أشلاء بشرية ومقعدين وحقائب من الطائرة المنكوبة. السلطات الفرنسية تعلن تحليل محتوى 9,000 كاميرا في مطار شارلي دي جول ومحيطه في إطار التحقيقات حول حادث الطائرة المصرية. وزير الطيران المدني شريف شحاتة يعلن تشكيل لجنة تحقيق في حادث الطائرة المنكوبة برئاسة الطيار أيمن المقدم رئيس لجنة التحقيق في الحوادث بوزارة الطيران. وزير الطيران يؤكد عدم العثور على أي أحياء في حادث الطائرة المصرية خلال أعمال البحث عن حطام الطائرة المصرية المنكوبة قرابة سواحل الأسكندرية، مؤكدا أن القوات المسلحة تبذل قصارى مجهودها للعثور على حطام الطائرة المصرية. أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أن قمرا صناعيا رصد بقعة نفط محتملة في المنطقة التي سقطت فيها طائرة مصرية طيران. وكانت هيئة الأمن الجوي اليوناني نفت في نهاية يوم الخميس أن يكون الحطام الذي عثر عليه في جنوب شرق كريت بالقرب من المنطقة التي يفترض أن الطائرة قد تحطمت فيها أن هذا الحطام لا يعود للطائرة. يؤكد وزير الطيران شريف فتحي أن فرضية العمل الإرهابي قد تكون هي الأرجح في سقوط الطائرة المصرية. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك صباح الجمعة أنه سيتم درس كل الافتراضات
لكن ليس لدينا فرضية مرجحة لأننا لا نملك أي مؤشر على الإطلاق حول أسباب تحطم الطائرة. طائرة مصرية كان عليها 56 راكب، من بينهم طفل ورضيعين، وطاقم من 7 أفراد وثلاثة عناصر أمن بحسب تصريحات مصر للطيران. الركاب منهم 30 مصريا، تلت 30 مصري من الغربية، ومنهم 15 راكب فرنسي، ومنهم راكب بريطاني وراكب كندي وراكب بلجيكي وراكب برتغالي وراكب جزائري وراكب سوداني وراكب من التشاد، وراكبان عراقيان وراكب سعودي وراكب كويتي. الطائرة سلمت إلى مصر للطيران في نوفمبر 2003، وقد قامت ب 48 ألف ساعة طيران، وهذا يعد قليل نسبيا. ابنة أحد ركاب الطائرة: بابا هيرجع لأنه وعدني برحلة. ابنة السويسي أمجد، من أهالي السويس الكرام. أمجد أديب عياد، أحد ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة، رحمة الله عليه وعلى كل ضحاياها وعلى كل أمواتنا رب. عمره 45 سنة. أرجنتو أو أرجنتو الاسم اللي أطلقوا عليه أطلقوا على محلين ملابس بيملكهم وبيستثمر فيهم كل اللي حلته من فلوس وطاقته، ولا يبخل بالسفر للدول الأوروبية لشراء بعض الملابس والأزياء وخطوط موضة كمان لكي يطورهم. كان محبوب جدا بين حبايبه وقرايبه أهل السويس، بيقولوا عنه في جدعنته مفيش، بيقولوا عنه في شهامته ورجولته ما تلاقيش. أمجد كانت آخر مكالمة بينه وبين مراته شيرين في اليوم السابق للحادث، قال لها على ميعاد إقلاع الطيارة، وكان راجع بعد ما قضى أسبوع في فرنسا أنجز فيه أعماله هناك، وقال لمراته أن هم أولاده وحشوه جدا وأنه مش هيتأخر، وكلمهم قبل ما يركب الطيارة وأكدوا عليه كلمهم أول ما ينزل مصر، لكنه ما اتصلش. استنوا يتصل مرة واتنين لحد ما تصدموا وتفاجعوا لأن هم شافوا الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي. تخيل، مستنيين أبوهم، مستنية زوجها، فجأة يلاقوا الدنيا كلها بتتكلم عن طيارة كانت جاية من باريس واختفت، وبعد كده الطيارة وقعت والناس اللي فيها كلهم ماتوا. أكبر أطفاله ميرنا عندها 12 سنة، كانت لسه مخلصة امتحانات تانية إعدادي، ووعدها برحلة ترفيهية أول ما يرجع، وقال لها أول ما نرجع هنروح وهنشوف أنت عايزة تروحي فين. كانت مستنية يرجع علشان ينفذ وعده ليها. ميرنا مستنية بابا أمجد لحد دلوقتي. الزوجة بتقول أنا بحتسبه شهيد عند ربي. لخصت الوجع في جملة لم ترتب كلماتها، وكأنها هي وأطفالها الثلاثة وزوجها الحبيب قد اجتمعوا في صورة يتوكأ كل منهم عليها، وفجأة خطفوا الموت من قلب الصورة، فتبعثر المشهد بالكامل وساد الضباب برائحة فراق لا لقاء بعده. احتسبوا شهيدا عند ربه، والله هسيبه. رحمة الله على أمجد وعلى باقي ضحايا الطائرة المنكوبة. اللهم الطف بهم واجعل ما لقوه من معاناة ومن فزع ومن أهوال في آخر لحظات عمرهم شفيعا لهم وتكفيرا لذنوبهم وسببا في دخولهم الجنة. كلام على مين؟ على راديو 90 هواها مصري، ولسه ما بين لو في أخبار جديدة بنقولها لكم، ولو يعني بنتكلم مع بعض كده في الحادث الأليم. الطيار الطائرة المنكوبة محمد سعيد علي شقير، عامل 6275 ساعة طيران، منهم 2101 ساعة طيران على نفس نوع الطائرة المنكوبة. المساعد رحمة الله عليه كمان، ورحمة الله على الطائر وعلى كل ضحايا الحادث، محمد أحمد ممدوح أحمد عاصم. كمان من الأخبار، في خبر معانا وصل إلى مطار القاهرة من بداية يوم الخميس والجمعة والسبت، أهالي الضحايا طبعا بيتوافدوا على مطار القاهرة، 13 من أهالي، يعني أهالي ضحايا
طائرة مصر طيران اللي سقطت في البحر، او يعني ما نعرفش الحقيقة فين، مش هيبان لحد دلوقتي السبب، منتظرين السبب. وصل شخصين من العراق على رحلة الخطوط الجوية العراقية رقم 101 القادمة من بغداد، وهم من أقارب ضحايا العراق الاثنين. وكمان وصل شخص وزوجته من المملكة العربية السعودية على متن الخطوط الجوية السعودية القادمة من الدمام، وهم من أقارب ضحايا من أقارب أحد الضحايا المصريين، بالإضافة للوصول 9 أفراد من باريس من أقارب الضحايا الفرنسيين والمصريين على متن رحلتي مصر للطيران والخطوط الجوية الفرنسية القادمتين من باريس. منير نامور أسعفه الحظ في النجاة من حادث الطائرة المنكوبة القادمة من باريس والمتوجهة إلى القاهرة. ليه؟ لأنه تخلف عن الرحلة لما راح الحمام وتأخر هناك وفاتته الرحلة المنكوبة. منير عايش في فرنسا مع والده ووالدته، لما فاتته الرحلة فضل مستني في المطار واتصل بصديقه اللي جاله ووصله بالعربية وأجل سفره ليوم تاني. كان زعلان جدا أن الطائرة فاتته وأنه معرفش يسافر، لكن هنا يتحقق المراد في كلمتين لعله خير. النائب البرلماني عبد الرحيم علي قال انه كان المفروض يركب الطيارة المنكوبة اللي تحطمت اللي تحطمت في الرحلة دي، ولكنه غير رأيه في اللحظة الأخيرة واتصل بالشركة اللي بيتعامل معها وأجل حجزه لطيارة تانية الساعة 4 عصرا، لأنه كان مرهق جدا ورحلة كانت بتقتضي انه يقضي 8 ساعات منتظر في مطار شارل دي جول في باريس، ففضل انه يأجل الرحلة. خلص الكلام، ولكن إذا كنا زعلنا كام ساعة دول وتكلمنا كام ساعة دول، في ناس الحزن بتاعهم طويل، في ناس لسه أصلا بيبدأوا رحلة الحزن، أهالي الضحايا. ربنا يلهمهم الصبر والسلوان ويربط على قلوبهم والعوض من عند ربنا. زي ما بدأنا بالدعاء هنختم بالدعاء لضحايا هذا الحادث. تعالوا ندعي ونأمن كلنا ونختم كلامنا بالدعاء ليهم. اللهم إن كانوا من المحسنين فزد في حسناتهم، وإن كانوا من المسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم اجعل أبناءهم الأبناء الصالحين الذين يدعون لهم. اللهم إنا نسألك لهم الفردوس الأعلى. اللهم ابني لهم بيوتا في الجنة. اللهم اجمعنا بهم في الجنة. اللهم اجعلهم تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك يا رب العالمين. اللهم بيض وجوههم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثبت على الصراط أقدامهم يوم تذل الأقدام. اللهم اكتبهم عندك من الصالحين والصديقين والشهداء والأخيار والأبرار. اللهم ارفقهم بالنبيين والصديقين والشهداء. اللهم امنحهم درجة الصابرين الذين يوفون أجورهم بغير حساب. اللهم إنا نسألك في هذه اللحظات إن كانوا في سرور فزد من سرورهم ونعيمهم، وإن كانوا في عذاب فحول عذابهم إلى نعيم. اللهم تقبل منهم أعمالهم وكفر عنهم سيئاتهم. اللهم اجعل ما مروا به من لحظات مفزعة كارثية اجعلها كفارة لهم، امحو بها ذنوبهم وكفر بها سيئاتهم وزد بها في حسناتهم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وباسمك الطاهر الأعظم أن تتقبل دعاءنا لهم. اللهم ثبتهم عند السؤال وعند الإجابة. اللهم حاسبهم حسابا يسيرا. اللهم ارحمهم وارحمنا من بعدهم. اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم. اللهم اغفر لأحيائنا ولأمواتنا. اللهم ارحم ضحايا الطائرة المنكوبة رحمة واسعة. اللهم اجعل لهم عن يمينهم وعن شمالهم ومن أمامهم ومن فوقهم نورا، وابعثهم آمنين مطمئنين في نور من نورك يا رب العالمين. اللهم ارحم غربتهم وآمن وحشتهم، واغفر لهم وارحمهم واعف عنهم. اللهم أكرم نزولهم. اللهم ابدلهم بدور خيرا من دورهم، وبأهل خيرا من أهلهم، وذرية خيرا من ذريتهم. اللهم انقلهم إلى جنات الخلود في صدر مخضود وطلح منضود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا واعف عنهم يا رب العالمين. اللهم إن كانوا غير مؤهلين للوصول لرحمتك فإن رحمتك تسع كل عبادك. اللهم أطعمهم من طعام الجنة،
واسقهم من شراب الجنة، واكسهم من كسوة الجنة. اللهم أرهم منازلهم في الجنة. اللهم ارزقهم لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم امنحهم درجة الصابرين الذين يوفون أجورهم بغير حساب. اللهم إنهم في ضيافتك، فهل جزاء الضيف إلا الإكرام والإحسان؟ وإذا كان الضيف يكرم فأنت الكريم الذي لا يخزل عبدا. اللهم إنهم في حاجة وفي أمس الحاجة إلى رحمتك بعدما لقوه وعانوه من هول في الموت، فاجعل ذلك يا ربنا شفاعة لهم. اللهم علي درجاتهم في الجنة. اللهم اجعل هذا الدعاء في ميزان حسناتهم، وطهرهم من كل رياء ومن كل نفاق ومن كل كذب ومن كل بحث عن سمعة أو شهرة، واجعله خالصا لوجهك الكريم. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا اللهم كما وعدتنا، فمن لنا سواك يستجب لدعائنا. اللهم إنا نقر بذنوبنا، ونقر بتقصيرنا، ونقر بأننا سننسى، ولكن ربي أنت لا تنسى. فاللهم اغفر لهم وارحمهم، ولا تفتنا بعدهم، ولا تحرمنا أجرهم. اللهم اربط على قلوب أهلهم وذويهم وأصحابهم وعلى كل من فقدهم. اللهم اجعل هذه الليلة ليلة السرور والهناء والفرح لهم يا رب العالمين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم لا تلقي بالدعاء في وجوهنا، فإن كان التقصير فهو منا. اللهم لا تلقي بهذا الدعاء في وجوهنا، وطهره من أي نفاق ورياء، وإن كان التقصير فهو منا. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.